أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كيف يكون الاغتسال لغير المسلم الذي يطلب صحيفة بها آيات من القرآن لقراءتها؟ غير المسلم لا يمكن القرآن، لا يعطى صحيفة ولا يعطى مصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ولا يجوز إعطاء الكافر أو تمكينه من المصحف أو من أوراق المصحف أو من صفحة من المصحف، ولكن إذا كان يريد سماع القرآن فإنه يقرأ عليه، يقرأه عليه مسلم وهو يستمع، قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا طلب الكافر سماع القرآن فإنه يسمع القرآن، لكن لو طلب منا مصحفا أو بعض المصحف فإننا لا نمكنه منه. نعم.